نادي الزمالك. عكسية لبغداد بونجاك. استلام سريع امام الطلائي محاولة دفاع عمار الشمال وسلام بن عزيز. الأرقام وحدها كثيرة بالحديث عن مردود ونتائج النجم الرياضي الساحلي، فالنجم الرياضي الساحلي بطبيعة الحال المترشح الوحيد ويلاقي يؤثر على المردود ويؤثر أيضا على نطاق اللعب ويؤثر على لياقة اللاعب، وهي الإصابة الأخطر في كرة القدم بالطبع، لكن بعد 6 أشهر بالطبع يعود. وكم من لاعب تعرض لمثل هذه الإصابة وعاد أقوى مما كان، عاد اقوى مما كان. نتذكر الظاهرة رونالدو ملعب المالي ما ترشحش، الاهلي المصري واورلاندو بايرات سجلوا الفريق دار الثانية ثاني كان من كاف. ونرجو ونتمنى ان يكون النجم الذي يستاهل يعني يقتلع ورقة الترشح الى الدور النهائي، يعني القدم الاولى ان شاء الله يضعها. ترجع كورة دائما للاتحاد، محاولة اولى تغطية موجودة بلمسة واحدة توصل حمدي نكاز. مجهود فردي بذكاء من جانب علي البريكي يمضي الهدف الثاني باغت به فتره الشعبان. صد من عزيز علي عمر الشمال، طبعا علي الشمال هو حارس الثاني اللي حد يقول الحارس السابق للترجي الذي ترجع كره غازي عاب على كل الفرق. الدوانه الكبرى بين ظفرين، اقول الكبرى والصغرى. في نهايه الموسم الفردي بدايه هذا الموسم يقولوا انه ما عادش مباراه مربوحه مسبقا. هذه كره خطيره للنجم الطلويز بن حمدي نكاز، التسديده والهدف الثالث. ثلاثية نظيفة للنجم، هذه كرة مرفوعة يفتح نحو حمدي نجاز ترويز وكرة دومي فولي، دومي فولي في الشبكة الجانبية لمرمى الحارس نصر الشعباني. ثالث هدف المباراة سجل من الظهير الأيمن. الثانية التي سيدفع بها مدرب الاتحاد إيهاب المساكني بلمسة واحدة مع مروان تيش أو أيمن الطرابلسي. حمزة الأحمر، حمزة الأحمر وأيمن الطرابلسي يا مروان تيش. طويلة أيمن الطرابلسي توصل للنكاس، توصل الكرة تعود لحمزة الأحمر ثم أيمن الطرابلسي. أيمن الطرابلسي، أيمن الطرابلسي تسديد بلمسة واحدة يوصل الكرة لليمين على البريكي. البريكي بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى للمهدي. يبقى الكرة للنجم سانتياغو أكوستا دا سيلفا يرجع بالكرة بلمسة واحدة. عمر لازم يصير اخطاء، وهذا اللي صار معناتها نتاع الخطا معناتها نتاع فضحنا سوء التركيز نتاع اللاعبين الكل بدون استثناء. بعد تلعبت الكره في المنتخب القصرين خارج ميدانه وبعد ما عمل 5 هزائم في القصرين معناتها هذه معناتها بعد يطلع من ظل النفسي وشهيب بن فرج سبق له تقمص النجم الرياضي الساحلي كيف وكيف معز الجمالي الرياضي بالقصرين. هدف دون مقابله ضغط من الرزق كيتا الايفواري، واحد من بين اللاعبين اللي برضو في تشكيلة المستقبل الرياضي بالقصرين. هذه كرة للخليل بانكورا علي البريكي، علي البريكي احمد العكاش علي البريكي. مرة أخرى، مرة أخرى ثامر السيد الهدف الثاني. هذه الإعادة، أحمد العكاش يرفع الكرة وأيمن الطرابلسي على الطاير كيما جاء. تاع
ترجع من بلال السعيد تاني، ما زلت الكرة عند الجولي اللي تحلم من أيمن الترافلز. إيف نمسك باهية من إيف في وسط في وسط الميدان. لا إدريس بنزرتي بصعوبات كبيرة جدا في صنع الهجمة، واللي المنافس نتاعو أيمن الترافلسي. حسام الحاج مبروك، حسام يهرب الكالي بانكورا، يعطي كرة اليو اللي بدل يولي يلعب على اليسار. التدخل من أيمن الترافلسي، معوض فرانك كام، وكرة لجوكو أكوستا. الترافلسي يبدل اللعب، الترافلسي كان سحب اللمسة بتاع الهدف الأول تقريبا في الفترة الثانية بدخول الشادي غراب في ال كرة. تعود لإيبارا يوسف مبيكي، يرجع ليه أيمن الترابلسي نجم الساحلي لم ينعش. مبروك حسام، تحرك أصبح هجوم النادي ريدر بنزرتي، يخدم من اليمين ومن اليسار بعد ما كان في الشوط الأول فقط يعول على حمزة المكتوفي. وكذلك أليو دفاع في مرة أولى، ما زلت الكرة لصالح الأولمبي لباشي وما فما شيء، تعود عكس هجوم لصالح النجم الساحلي أيمن الترابلسي إلى محمد علي سلامة يلعب مع يوسف الفالحي. وين الفالحي؟ أيمن الترابلسي يسحب الهدف الوحيد لحد الان في دقيقة 19. أيمن الترابلسي، زياد بوغتاس إلى محمد علي سلامة، حلو لمبي البيت يلعب بسرعة، محمد الوراني، محمد الوراني تقطع كرة من أيمن الترابلسي وترجع من جديد. بانكورا، بانكورا يخلي البرمجة لازم تكون في المستوى حتى لا تعاد أخطاء هذا الموسم. مفروض أنه في ملاعب تتوفر فيها الإنارة، ملعب سوسة، ملعب رادس، ملعب المنزة، وحتى ملعب المنسير يظل فيه الأضواء الكاشفة. من المفروض أن الخاب يلعب الأدوار الأولى ويهمش العمل القاعدي الذي هو الأساس والذي غاب وافتقدناه في عديد الفرق التونسية. يركزوا على فريق الأكابر ويتركون أصناف الشبان. يتركون أصناف الشبان يعني مرة في أكثر من فريق. رجع كرة من بلال السيسي، تقطع من أيمن الترابلسي بالقدم من مروان كيج. أيمن الترابلسي معاه كرة لعلي بن عيسى، تبقى الكرة بن عيسى يحاول المرور لكن تقطع، تعود الكرة محمد علي نبخة. هذه الكرة الأخيرة وتدخل لأيمن الترابلسي، ترجع كرة، ترجع كرة محمد علي نبخة. حتى نجح حمادي يدخل منذ قليل، يعني قادرة على إحداث الفارق وخلق الخطر في منطقة المنافس. جوم تمشي لبلال يكن، الوسط ايضا والهجوم ايضا رامي البدوي يغيب. يوسف المويهبي والهدف الجديد من ملعب المنزة، وهشام عباس يسجل اول هدف من الملعب التونسي ضد النادي الافريقي. الملعب التونسي يتقدم هدفه قبل صفر. طويل الكره، فاضل سوانون، سوانون يدخل منطقه الجزاء، يهز راسه ما لقاش المصير. تعود الكره مقطوعه، ترجع بالراس على البريكي او خالد يحيى. ايمن الترابلسي